الفريق هو تألق وقدر يعني يوري القدرات تاعو. وانا نخليكم تكتشفوه بعيد عن الميدان مع هذا الفيتير. حمزاوي، تقدر تقدم نفسك للجمهور اللي بالك ما يعرفكش؟ بون، حمزاوي عكاشة، لاعب اتحاد بالعباس، 22 عام، عين كرمس، ولاية تيارت، وعندي تما 3 سنين هنا في بالعباس، هذا عامي تيارت. درت انطلاقة قوية رغم أنه الفريق يعاني شوية في بداية الموسم، وش رأيك؟ يليق كما قال لك تبذل المجهود تاعك باش الواحد يزيد بروغريسي وقادر يروح لإيكيب كبيرة إن شاء الله. وشنو هو السبب اللي خلات بالعباس هكذا في هاد الوضعية؟ هي نقص، كما قال لك نقص الخبرة، ما كاش الإكسبيريونس تما. اللي جوار نصهم قاع ديجان وماش لاعبين ناسيونائيين، وبلي ماتش هادو حنا نجيرو ماتش بماتش، وإن شاء الله تحسن المردود تاع الفريق والنتائج إن شاء الله. وشفنا بلي المدرب بوعلي راح غادر يعني الفريق، هادي اسكو ما يش رايحة تأثر على الفريق؟ هي ان شاء الله نتمنوا ما تأثرش على الفريق، بيسك المدرب مهما يكون عنده لمسة في الليكيب تاعه. حمزاوي، انت من اللاعبين القلائل اللي عندهم الباك، انت دوكا راك توجد اون ليسونس اون سيونس سوسيال، هذه هي سوسيولوجي. احكي لنا شويه على الباركور تاعك في القرايه. كيما قال لك قرايتي دايرها هي لوبجيكتيف الاول في حياتي، زعما مشي بالون ولا، ومن ثم عاد من موراها عاد بديت نلعب بالون. كنت كيما قال لك مقسم الوقت تاعي بين قرايتي وبين لي زونترينمون تاعي. وكاع هاك تقرا مليح ولا صافا؟ صافا مع لي زيتي. كاش بيستون مع لي بروب؟ كاين اساتذه هكا اللي زعما يكونوا يتبعوا بالون كاع يبغوا يعاونوا. وكيف جوز لي زيكزامات؟ كوبي شويه؟ لا، دي فوا هكا كوبي، دي فوا ما كوبي. بلا اللي حبيت تروح لها؟ لا، سويس ان شاء الله، يكتب ربي، هذا الصيف ان شاء الله. هكا بلاد كالم، ديفون نشوف هكا زعما نتفرج على المدينة تاعها زعما مليحة، الله يبارك. ما هي اللي في خاطري نروح نشوفها. وشنو هو الحلم تاعك؟ الحلم تاعي كما اي جوار ان شاء الله ليكيب ناسيونال. احسن ذكرى تاعك في المشوار الكروي ولا في حياتك؟ الصعود، كما قال لك صعود تاريخي اللي حققناه العام اللي فات. الانسان اللي عاونك في المشوار الكروي؟ الام تاعي وخويا تما، هما اللي كانوا مبازين عليا. واش تحب تسمع موسيقى؟ نحب نسمع بلال، مامي، خالد، هذا ما كان اينا. اللاعب اللي كنت تحبه كي كنت صغير؟ زيدان هو اللاعب المفضل اللي عندي. وفي الجزائر؟ الجزائر عمور، وعندي تاني واحد صاحبي زعما القدوة هذا الزايدي كان معايا العام اللي فات قاردي. حمزاوي، شنو هو الفيس تاعك؟ وما تكذبش. الفيس هو كما قال لك تليفونات وكسوتي والواطا طونوبيلات. زعما نعطوك لوكازيون باش تطلب سماح لكاش واحد، شكون هذا؟ كما قال لك زميلي في ليكيب عيساوي اللي اليوم داب الثانوية، نطلب منه السماح. كما قال لك كنت في حالة غضب وإن شاء الله يسمح لي هذا مكان. حمزاوي، رانا لحقنا لافان جورني تاعنا، نقول لك يعطيك الصحة كي استقبلتنا في بالعباس، دوك في عين تيموشن الثاني، أنا نقول لك حظ موفق مع بالعباس. ميرسي أنتم تاني، نشكركم على الحضور هذا اللي وهذا الالتفاتة اللي راكم دايرينها توجور لجوارة.
ميرسي ونعاود ميرسي الله يحفظكم وبون في الشاط. ليندا شيء جميل شاهدت ولاحظت بني يخص هذا اللاعب انه ربح الباك تاعو راهو الان في السنه الثانيه في الجامعه دوزيام اني سوسيولوجي اون بليس على فان قال لك حاجه اللي نتمناها هو صاحبي يطلب من طلب منه سماح ان شاء الله يسمح لي يعني بوغتو يعني ما صراتش حاجه كبيره كنا حاضرين يعني في التدريبات تحكموا شويه هكذا بالهضره هكذاك وطلب منه سماح يعني شيء جميل جدا يعني هذا من حبيت برك كمال بين قوسين نحيي الطاقم الاداري والفني تاع اتحاد بلعباس اللي سهلونا المهمه فرحوا بنا استقبلونا استقبال حار وناس بلعباس كيفاش استقبلوك كيف كيف يعني كيف استقبال كيف حار و حبيت نقول باللي لا يعرفوا خلاص بداو يعرفوا والله بداو يعرفوا ليش تسوني عليك وسلموا على كامل الطاقم تاع ثاني زهيره ما نساوكش فوالا دونك حبيت نحييهم انا ثاني بالمناسبه نحيوا سكان مدينه بلعباس. سؤال الأستاذ عليق رانا شفنا الفريق اتحاد بلعباس يعني يعاني شوية في بداية هذا الموسم رغم ذلك هذا اللاعب حمزاوي تألق وراه يبين قدرات بصح انت ما تظنش باللي الون تيرم يعني هذه النتائج الغير مرضية للفريق يقدروا يأثروا على مردود هذا اللاعب سي تي نارم ا دوبل ترانشون دونك جوار على حسب ما شفت الى 22 ans il est bachelier il est en deuxième année de sociologie, il a beaucoup de mérite. Alors, il écrit et en même temps, il mérite le football. Donc, il a beaucoup de mérite. En attendant, Billy Lucan, par exemple, était à Belabbas, il a fait le voyage. Mais là, il dit le mardot de où il est. Parce que qui m'a parlé que un joueur ne fait pas une équipe, les rondelles ne fait pas. C'est tout le groupe. C'est tout le groupe parce que le football, c'est un jeu collectif. Lucan, par exemple, il a joué avec une équipe à Belabbas. En meilleures conditions, c'est-à-dire psychologique et physique, le joueur il va donner encore un peu plus, il va donner mieux. Mais là déjà c'est un joueur de caractère. Ce qui m'a touché, c'est quand il a demandé des excuses à son coéquipier. Ça vraiment bravo Aleh parce que c'est vraiment c'est sportif. Saifi, بصفتك مهاجم وشنو هي النصيحة اللي تقدر تمدها لحمزاوي؟ على كل حال النصيحه اللي كانوا يمدوها لنا ديجا من قبلنا لي زونسيان لي زونترينور تاعنا الدنيا سيريو و لو طرافاي اون بليس دو سا ما شاء الله باين بلي متواضع متخلق تسمى ما تقدرش تكمل على هذه على هذا هذه السيره وعلى هذا الريتم وسيرتو كيما قالوا لنا من قبلنا نحطوا رجلينا في الارض ان شاء الله ربي يكملوا على كل اللي يعطي له على حساب قلبه ان شاء الله نجيب تاعي ليندا خلصت هذا الريبورتاج اللي قمتي به. حمزاوي لاعب شاب اللي عنده 22 سنه في عمره، اتحاد بلعباس حط ثقه كبيره في هذا اللاعب وان شاء الله ما يكونش ضغط ليه هو، حنا نتمنوا له التوفيق مع اتحاد بلعباس.